يبدو ان دي لحظة النهاية يا رفيقي. انا كان قلبي حاسس من ساعة ما اديتني عروسة ابنك انك هتموت وتموت في الحرب، بس ده بعدك. استنى بس، عايز اوصيك على اهلي. لا صح، ما تقولش كده، هنقوم ونكمل المعركة وننتصر. يا ابني انا واخد لي فوق ال 100 رصاصة في جسمي. هو العدو كان بيتمرن في كرماية ولا ايه؟ أما عدو قليل الرماية. انت بتهزر وانا جسمي كله رصاص؟ انا بقي كله سنون. هموت. ما تقولش كده، ما تقولش انك هتموت يا صاحبي. يا ابني كلنا هنموت، انا مش متضايق. انا متضايق يا اخوي، انا متضايق. انا بتألم يا بني ادم، واخد لي 30 طلقة في رجليا ورصاصة في كل صباع. بس شفت لما انقذتك من قنبلة؟ قصدك دي اللي طلعتها من كليتي بعد ما انفجرت؟ مش مشكلة، مش مشكلة. ما تخافش يا اخويا، هعالجك وهديك احسن مستشفيات، هديك احسن دكاتره واحسن تمريض، ونعلق لك احلى محاليل. بس بس بس، انا صدعت من وانت بتحكي. لو يمكن اعمل كده ده على جثتي. صاحبي ما هو هيبقى على جثتك بجد. ارجوك سيبني اموت في سلام. معلش معلش، عشان مراتك. ما كنتش بحبها. طب وعيالك؟ هيدعوا لي لما يورثوا. طب وانا يا عم انا لسه عارفك في الغاره، انت صدعتني. ده جزائي اني عايزك تعيش يا اخويا، ده جزائي. يا عم اديني فرصه اقول وصيه، وداع، ارمي لي حكمه، اي حاجه تكمل من بعدي. ما تقولش بعد يا صاحبي، انت هتعيش هتعيش هتعيش. كات. هلا يا سادزة. يا الطف الله، كرهتني في التمثيل. دي مدرسة تقمص يا بابا، انا كنت مقموس عليك. ده انا كنت مزقطط اني مت. لا 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 لا، ما تقولش كده، تف من بقى. يا حبيبي الدور مات في الفيلم خلاص. البريك فين يا جماعة؟ هنعدل في السيناريو، هنغير المخرج، هجيب لك دوبلير يموت مكانك، بس انت هتعيش يا صاحبي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. الكوميديان لوي سي كي في أحد العروض بعد ما افتتح العرض بهلو إيفري بادي، أدرك إن اللي قاله ده مش صح قوي، لأن الناس اللي في الصالة مش كل الناس، مش إيفري بادي، الناس اللي موجودين في صالة العرض حتى مش أغلبية الناس، أغلبية الناس أكشولي في الصين أو في الصين وبره الصالة، بس مش جوه الصالة. وبعدين بيدرك إن أكشولي أغلبية الناس أموال، وبعدين بيدرك إن في الواقع إحنا كبشرية بنقضي أغلب وقتنا ميتين، أكتر بكتير من وقتنا وإحنا عايشين، وده يا عزيزي لو فكرت فيها بيجعلنا على حد وصفه dead people who haven't died yet، اموات لم تمت بعد، اموات لسه ما ماتوش. عزيزي المشاهد الجميل الذي لم يمت بعد، في كتابه الجميل Being Mortal الطبيب والبروفيسور في جامعة هارفارد أتول جواندي كان بيحكي قصة بجدتها مرعبة شوية. كان بيحكي انه كان جراح لواحدة ست في ستينياتها، كان عندها ألم في الصدر والأمعاء، ده بعد ما اتعمل لها عملية في القولون أدت إلى انفجار في القولون وأزمة قلبية وفشل كلوي. الكاتب بيقول ان هم حاولوا ينقذوها بعملية اسمها كولوستومي. عزيزي المشاهد، دي عملية كبيرة. في العملية دي بيجيبوا حتة من القولون ويقوموا مطلعينها من عند البطن، بحس ان الفضلات تطلع من البطن وما تكملش في طريقها المعتاد. المهم الست يتعمل لها العملية، وجراح القلب يعمل لها عملية، ويتعمل لها غسيل كلوي، وتتحط على جهاز تنفس صناعي، حالتها تستقر شوية، وبعدين يبدأ مزلقان الموت. القلب والرئة يا عزيزي مش كويسين، محتاج يتعمل عملية اسمها تراكيستومي، يتفتح لها فتحة من الرقبة عشان تقدر تتنفس، وفي غرغرينة في رجليها الشمال، وده معناه إن الرجل دي محتاجة تتقطع، عندها فتحة عند بطنها، فاكر اللي حكينا عنها؟ بيطلع منها الفضلات، وبالتالي محتاج على الأقل رعاية خاصة مرتين في اليوم، تنظيف وغسيل، غير كده يا عزيزي عمرها ما هتعرف تاكل تاني، وكليتها خلاص انتهت، هتحتاج تيجي 3 مرات كل اسبوع عشان تعمل غسيل كلوي. الدكتور اتول كان بيحكي ان الست دي ما كانش عندها لا شريك ولا اولاد، ولما قعد يتكلم مع اخواتها في اذا كان بعد كل هذه الحاله يبدا في كل العمليات دي ولا لا، سالوه قالوا له يا دكتور هي هتموت. عزيزي المشاهد، هي للاسف هتموت، وانت للاسف هتموت، وانا عارف انه خبر وحش، بس انا كمان بيقولوا هموت. بس السؤال اللي لازم يموت، ليه للاسف؟ وده محور كلام جواندي. جواندي بيحكي ان من خلال تجربته كطبيب ان ليه في كل الاوقات بنتعامل مع الموت كانه شيء مؤسف، كانه هزيمه او استسلام. ليه الاستمرار في العلاج حتى لو كان صعب، حتى لو فرص ان الحياه تتحسن قليله؟ في امريكا مثلا اول سنه بعد ما تعرف ان انت عندك سرطان مصاريفك بتبقى حوالي 28,000 دولار، تكلفه كبيره جدا، اغلبها طبعا بتبقى في الفحوصات والتحاليل. بعد كده الرقم ده بينزل ل 2000 دولار في السنه، وبعدين هوب دبل كيك في اخر سنه في حياه الشخص ده المصاريف بتتخطى 90,000 دولار. وخليني يا عزيزي اديك نبذه عن الاسعار بتبقى عامله ازاي. 12,000 دولار في الشهر الواحد للكيماوي، 400 دولار لليوم الواحد في العنايه المركزه، 7000 دولار في ساعه العمليه، تكاليف كتير قوي، والاهم عذاب اكتر الناس بتدفعه عشان ايه؟ عشان تعطل الموت. واحد يقول لي طب وايه المشكله يا ابو حميد، دي حياه بني ادم احنا بنحبه وعايزينه يكمل معانا. عزيزي المشكله على حسب كلام جواندي ان احنا بنقدس الحياه بشكل بيخلي الناس
الناس تتعذب اكتر. حاسس المشاهد مد الحياه يعني مشارط وعمليات، يعني كيماوي واعراض جانبيه تخليك تكره الحياه نفسها، في حين ان لو الناس عارفه انها هتموت وتقبلت ده ممكن يبقى احسن لهم بكتير. في دراسه من مستشفى ماساتشوستس اتعملت على مرضى في اخر مراحل سرطان الرئه، نص كانوا بيتعالجوا عادي والنص الثاني كان بياخد علاجه عادي زائد ما يسمى بالباليتيف ميديسن. ده ايه ده يا ابو حميد؟ ده بيجي حد متخصص في تقليل الالم، حد مش بالضروره بيعالج، مش بيدع السرطان، بس بيهون وكمان بيدرس مع المريض اهدافه من الحياه وعند انهي نقطه يوقف العلاج ويبقى الموت افضل اختيار. والنتيجه كانت ان الناس اللي كانت مع المتخصص ده وقفوا كيماوي بدري. يا نهار اسود يا ابو حميد، والسرطان عزيزي الناس دي على حسب الدراسه عاشوا 25% زياده عن الناس اللي فضلوا مكملين. يا نهار ابيض. اتول بيقول if end of life discussions were an experimental drug the FDA would approve it. لو كانت نقاشات الموت دي دواء كان زمانه خد موافقه. بيقول كمان ان دراسات كتير بتسند الكلام ده. في دراسه تقريبا على 4000 مريض في مراحل اخيره برضه في مرضهم، في اللي سابوهم عادي يكملوا علاجهم، وفي اللي ودوهم ما يسمى بالهوسبيس، ده مكان الممرضين بيهتموا ان المريض يتهون عليه، ياخد مسكنات للالام، ياخد مسانده عاطفيه وروحيه، ده مكان مهتم بتخفيف الالم والمعاناه، ده مش بيعالج. والنتيجه كانت انهم لقوا ان الناس دي في بعض الاحيان بتعيش اكتر من الناس اللي بتتعالج لاخر نفس. في المتوسط اللي كان عندهم سرطان بنكرياس بيعيشوا اكتر 3 اسابيع، سرطان الرئه 6 اسابيع، فشل القلب الاحتقاني تقريبا 3 شهور. اتول بيقول يو ليف لونجر اونلي وين يو ستوب تراينج تو ليف لونجر، انت بتعيش اكتر اول ما تبطل تحاول تعيش اكتر. والفكره هنا يا عزيزي انك مش بس بتعيش اكتر، انت بتعيش اللي فاضل لك افضل. في دراسه للناشونال كوبينج وذ كانسر بروجكت لقوا ان مرضى السرطانات في مراحلهم الاخيره اللي اتحطوا على جهاز تنفس صناعي او دخلوا العنايه المركزه جوده حياتهم اقل من اللي ما عملوش كده. ومش بس كده، 6 شهور بعد موتهم احبائهم كانوا اكثر عرضه 3 مرات ان يجي لهم اكتئاب. انك تقضي اخر ايام حياتك في العنايه المركزه محطوط على جهاز تنفس صناعي، كل اعضائك بتنهار، مخك في حاله من الاوهام والهذيان، وفي حاله من ادراك انك مش هتسيب المكان ده، ومع تقييد الزيارات مش هتقول للناس اللي بتحبهم انك بتحبهم، مش هتودع احبابك. فطبيعي يا عزيزي انك تبقى انت وهم اكثر عرضه للاكتئاب. في دراسة عملها عالم الاجتماع نيكولاس كريستاكس حاجة بجدها مرعبة. سأل تقريبا 500 دكتور عن 500 حالة في مراحلهم الأخيرة وقالوا لهم تتوقعوا الحالات دي تعيش قد إيه، وتابعوا هم الحالات دي بعد كده، قارنوا توقعات الدكاترة بالوقت اللي الحالات دي ماتت فيه فعلا. وجد إن 63% من الدكاترة كان توقعهم معاد بعد موت الحالة، يعني مثلا يتوقع الدكتور إن الحالة هتموت بعد شهرين بس الحالة تموت بعد شهر مثلا. بمعنى إن أغلب الدكاترة متفائلين وشايفين إن المرضى هيعيشوا أكتر. وأكتر دي بعيدة قد إيه؟ على حسب دراسة 530%، يعني الدكتور من دول بيقول ان الشخص ده هيموت بعد 5 اسابيع فالمريض ده يموت بعد اسبوع بس. الدكاترة يا عزيزي متفائلين. مش بس كده، ده هم حتى لو مش متفائلين فهم مش مستريحين لفكرة انهم يقولوا للمرضى ان مفيش دواء او انهم هيموتوا. في احد الدراسات لقوا ان 40% من دكاترة السرطانات بيدوا علاجات هم عارفين انه مش هيعمل حاجة. ببساطة شديدة زي ما قال جواندي، you worry far more on being overly pessimistic than you do about being overly optimistic. بنقلق اننا نكون متشائمين اكتر من اننا نكون متفائلين. والشيء يا عزيزي اللي ما يدعوش للتفاؤل ان دول المفروض الدكاترة، دول اللي عارفين وفاهمين وجالهم حالات كتير وتعاملوا مع حالات كتير، والمفروض ان هم يقدروا يتكلموا في هذه المواضيع. فلما دول اللي عارفين كل الحاجات دي امال المرضى واحباء المرضى يعملوا ايه؟ احد الدكاترة كان بيحكي على مريضة في حالة متأخرة مفيش فيها امل قوي، اتحطت على علاج تجريبي، وفي يوم من الايام اعترفت للدكتور بتاعها انها بدأت تحس بمشاكل في النظر وما بقتش تحس بايديها. المشكلة انها ما كانتش بتقول لاي حد الاعراض دي، ولما اتسألت ليه قالت انها كانت خايفه يوقفوا عنها العلاج. عزيزي مشاهد، ده علاج تجريبي، يعني لسه بنشوف بيعالج ولا لا، ايه اثاره الجانبيه، هل بيحسن جوده الحياه ولا لا. بس يا عزيزي في مزيج من البؤس والامل الجامح دي بتبقى حاله المرضى. احد الدكاتره بيقول ان 99% من المرضى دول بيبقوا فاهمين انهم بيموتوا، بس 100% بيأملوا انه لا الامل يا عزيزي، واللي منهم خلاص بيستسلم بيحاول تاني وتالت عشان اسرهم عايزين كده. دكتور سوزان بلوك بتقول ان تقريبا ثلثين المرضى بيخضعوا لعلاجات هم مش عايزينها بس اهاليهم عايزينها. يا جدعان هي دي حياة مين؟ عزيز مشاهد، خليني احكي لك عن السبعينات في تاريخ الحرب على السرطان. ده كان عصر الكيماوي، دكاترة الاورام كانوا حرفيا من غير مبالغه بيستخدموا اسلحه كيماويه داخل اجسام المرضى. الكاتب والصحفي ستورت ألسون كان بيوصف كوريدورات المستشفيات من وقت للتاني فيها اجساد مشوهه، حتى المرضى اللي في زيهم المدني تقدر تلمح المسح البرتقاني اللي سابه الكيماوي على جسمهم، تقدر تشوف اجساد نحتتها الانيميا لو مشيت في الممشى اللي في الطرقه اللي هو المفروض المرضى بيتمشوا فيه عشان يفكوا عن نفسهم، تلاقي الشبابيك مقفوله بسلوك تقيله عشان تمنع
الناس من الانتحار. احد علماء الانثروبولوجي بيوصف ازاي المرضى في اوضاعهم بيصرعوا الصلع وغثيان وقيء واسهال وتصلب في الشرايين ومشاكل ماديه وصراعات اسريه وفقدان رغبه وشهيه، وازاي وسط كل التعب ده في ما يسميه حيل صناعه البهجه، ذا ارتيفايس اوف مانيفاكتشرد شير. فاحد الكوردرات في ست بتموت من سرطان الثدي بس حواليها حيطان برتقاني واصفر. في وسط الموت والصراع ده الممرضات بيلبسوا بلطوهات عليها سمايلي فيس. كل ده يا عزيزي سيدهارثا مخرجي في كتابه ذا امبرور اول مالاديز بيقول انه بيخلي المرضى يحسوا بالعزله النفسيه. في وسط كل هذه الصراعات والكآبه بنحاول نصطنع البهجه. بس اي نوع من البهجه يا عزيزي ممكن تحسه وانت بتتعالج بحاجه زي السيس بلاتين اللي اي نعم كان ثوري جدا في علاج السرطان، بس في المتوسط المرضى اللي اتعالجوا بيه كانوا بيرجعوا 12 مره في اليوم، وقتها ما كانش في حاجه تهون الغثيان. فكان بعض الناس في المستشفيات تهرب ماريوانا. كان يا عزيزي علاج صعب جدا ومتعب وشاق ومؤلم، بس بالنسبه للدكاتره ده في الاخر بيزود سنين حياه. احنا كده نجحنا ومش عايزين نقف عند كده، عايزين ننجح اكتر، نمد عمر المرضى اكتر ونعالج سرطانات اكتر. خلينا ندور على اكتر الوصفات السموميه عشان نقتل هذا السرطان. طب واللي بيهوست السرطان؟ خلينا نخلي خليه السرطان تموت بابشع الطرق. السيس بلاتين بيقتل؟ طب ايه رايك نلاقي زيه ونحطه في خلطه مع تانيين زيه؟ وفعلا يا عزيزي في بعض السرطانات زي البركتس ليمفوما كان علاج الكيماوي بتاعهم فيه 7 ادويه، وفي دراسه معروفه بالايت ان 1 ادوا 8 ادويه كيماوي في يوم واحد لاطفال عندهم ورم في مخهم، وكانت النتائج مرعبه. 15% كانوا محتاجين نقل دم، و6% اتنقلوا للمستشفى عشان عدوى قاتله، 14% جالهم تلف كلوي، و3 فقدوا السمع، وطفل مات من السيبتك شوك. ومش بس كده، في اخر التجربه اغلب الاطفال ماتوا. تجارب زي دي يا عزيزي خلت ناس كتير في المجتمع العلمي والمجتمع الطبي تفكر، خلت افكار زي الباليتيف ميديسن يعاد احيائه. الممرضه سيستي ساندرز بدات تتعاون مع علماء نفس ودكاتره علاج طبيعي ودكاتره تخدير عشان يخلوا مرضاها يموتوا بدون الم. كان وقتها يا عزيزي في حاله سخط من الاطباء وبالاخص الممرضات. الدكتور بيجي يدي الدواء ويمشي، لكن اللي قاعد مع المريض وبيشوفه بيتعذب هو الممرضات. احد الممرضات كانت بتقول دكتورز وير اليرجيك تو ذا سميل اوف ديث، ديث مينت فيلير، ديفيت، ذير ديث، ذا ديث اوف ميديسن، ذا ديث اوف اونكولوجي. بتقول يا عزيزي ان الدكاتره عندهم حساسيه من رائحه الموت. الموت يعني فشل، يعني فشلهم، يعني فشل الطب، يعني فشل علم الاورام. عشان كده بعض الاطباء كان اهتمامهم بحفظ الحياه اكتر من اهتمامهم بحفظ الكرامه. عزيزي المشاهد الجميل، مش بقولك هنا ان في حاجه صح وفي حاجه غلط، كل انسان له اولوياته، بس كنت يا عزيزي بحاول اصور لك ان قد يكون هناك طرق مختلفه للتفكير. ممكن يكون احسن للمريض انه يتقبل انه خلاص دي اخر ايام حياته، وفي الوقت اللي فاضله يتبسط مع اسرته ويودعها. ويمكن برضه يكون محتاج العلاج القاسي ده ويعمله، والدكتور يبقى عنده حق في انه المفروض يعمله. يمكن يوم واحد زياده في حياته حتى لو بألم شديد يكون على راس اولوياته. بس المهم يا عزيزي هو النقاش في هذه الاولويات على حسب كلام جواندي، وهو اللي بيوجه الرساله دي للدكاتره كونه دكتور وما كانش بيعرف يعمل كده، ان لازم الدكتور يتواصل مع المريض بشكل افضل ويساله ايه اولوياتك، عايز ايه من حياتك، ويبقى القرار للمريض. لو قرر ان هو عايز يكمل خير، لو قرر انه مش قادر الناس تحترم رغبته. قد تكون رغبته في حياه اقل بس اقل الما. الحياه المريحه بالنسبه للبعض افضل من الحياه الطويله، خاصه يا عزيزي ان في مجال في الطب محترم وفي ناس بتتخصص فيه اسمه الباليتيف ميديسن. هو ببساطه احنا ناخد المريض نخفف من الامه وخلاص لحد ما يجي قدر ربنا. عزيزي المشاهد خلينا افكرك ان كلنا اموات لم نمت بعد، ومن حق الانسان انه يموت في هدوء لو قرر ده من غير ما يتقله انه استسلم للمرض او انه لازم ياخد صراع. الاوصاف دي يا عزيزي قاسيه وبقت محل اعاده نظر في المجتمع الطبي. ربنا من الشجاعه احيانا ان الانسان يتقبل الموت وتقضيه اخر ايام الحياه في وداع الناس اللي بيحبها. طبعا يا عزيزي مفهوم جدا ان الدكاتره يحاولوا لاخر لحظه وان استمرار حياه المريض يكون ده نجاحهم، دي في الاخر شغلتهم. بس احيانا زي ما قلنا وده نجاء دكتور أطول والله مش أنا اللي بقوله، حياة رحيمة قصيرة قد تكون أحسن من حياة طويلة وفيها عذاب. هو المريض يختار براحته، بس ما يجيش بقى حد يقول لي معلش مش هتطعم الكورونا. لا يا حبيبي تروح تتطعم عشان احنا. ده قد يكون اختيارك بس أنا مش موافق يا عم، أنا عايزك يا عزيزي معايا. وعزيزي المشاهد أتمنى ليك الصحة، ويا رب لا أنا ولا أنت ولا أي حد بنحبه يضطر إنه يواجه هذا الاختيار، وإن شاء الله دايماً دوانا يكون موجود عند الأطباء، ولو مش عند الأطباء فيما يمكن أن يداوي في الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية المصادر فيها برضه. لو احنا على اليوتيوب اشترك على القناة.